ايه حكايه الغوريلا دي اللي ابكت العالم اليومين اللي فاتوا؟ من يومين بالظبط توفت اشهر غوريلا في العالم واللي اسمها ناداكاسي. طب يا ترى ايه قصتها؟ في الكونغو بالتحديد عام 2007 وجد حارس الغابات اندريه باوما غوريلا صغيره عمرها شهرين، وكانت جالسه على جثه امها وابيها بعد ما تم قتلهم من قبل الصيادين. فاندريه قرر ان هو ياخدها ويعتني بيها، واخذ الملجا الحيوانات الخاص بيه، ونشات بينهم علاقه حب بطريقه خياليه. وفي 2017 ناداكاسي اشتهرت جدا على مستوى العالم بعد ما اخذ الصوره سيلفي مع اندريه هي وغوريلا تانية. الغريب في الصوره دي ان ناداكاسي كانت واخده وضع التصوير وكانها بشر، واندريه كان بيعاملها زي بنته بالظبط، وبيقول ان هي كانت بتقلده دايما في كل حركه بيعملها، لدرجه ان هما كانوا بيناموا في سرير واحد وياكلوا ويلعبوا مع بعض. بس من فتره قصيره جدا ناداكاسي كانت بتعاني من مرض غريب، وانتشرت الصوره اللي حضرتك شايفها دي وهي مع اندريه وهي بتودع الحياه بين حضنه وايديه، وكان بيبكي بكاء شديد.